نواصل حضورنا مع المنظمات الطلابية التي تقيم جامعاتها الصيفية بمناسبة اختتام السنة الجامعية، وهي في الحقيقة فرصة كبيرة لمرافقة هذه الجمعيات الطلابية من أجل تعزيز تلك التوجهات الكبيرة التي تتبناها الجزائر نهار اليوم، ليكون الشاب الجزائري ويكون الطالب باعتباره من أهم الشرائح الشبابية في قلب هذه الديناميكية الوطنية التي تشهدها وطننا اليوم. الورشات كثيرة التي تفتحها الجامعات التنظيمات الطلابية، ولكن تلتقي كلها في هدف واحد، بأنها تتناغم مع ذلك التوجه الكبير الذي يعمد إلى تعزيز فكر المقاولاتية وتعزيز فكر الرقمنة وتعزيز فكر الإيجابية، ليكون المواطن وليكون الشاب مواطن صالح في هذه البلاد بحول الله تعالى وقوته.